طيب الحين احنا قبل شوية الفيديو اللي قبل شرحنا استراتيجية الانتاج لما يطلب مني الانتاج للفترة الاولى، كيف قلنا نوجده؟ نطلع الطلب المتوقع ناقص رصيد مخزون اول المدة. خلاص، هذه سؤال لما يقول لي الانتاج للفترة الاولى، ممكن يجيب لي نفس هذا السؤال بس يقول لي اذا كان الانتاج المخطط بالوحدات 100 وحدة وعدد الساعات اللازمة 5 ساعات، هنا ذكر لي ساعات، تمام؟ طيب لما يقول لي الساعات كيف راح نحلها؟ نضرب عدد الساعات في عدد الوحدات أو الإنتاج المخطط للوحدة، تمام؟ يعني راح أضرب 100 أضربها في 5 راح تعطيني الناتج 500 ساعة، تمام؟ فالفرق بين الإنتاج للفترة الأولى قلنا ننقص الطلب المتوقع ناقص رصيد مخزون أول المدة، لكن لما يقول لي ساعات، لما يذكر لي ساعات، لا، أنا راح أضرب الوحدات أو الإنتاج للوحدة راح أضربه في عدد الساعات، تمام؟ هذا السؤال ممكن يجي بهذه الطريقة وممكن يجيني بهذه الطريقة. هنا قال لي في استراتيجية الإنتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع، هنا يقول لي حاصل ضرب الإنتاج المخطط بالوحدات في عدد الساعات اللازمة، تمام؟ هذا نسميه الإنتاج على شكل عدد ساعات العمل، تمام؟ هذا الفرق بين الإنتاج للفترة الأولى أو الإنتاج على شكل عدد ساعات العمل.